وإحنا نعرف طبعاً إن إحنا كشعب سعودي نحب الأناقة ونحب الجمال، ولفتني اليوم تصنيف المملكة في مركز 34 عالمياً بين أكثر من 180 دولة حول العالم من حيث مستوى الأناقة. يعني أبي أعرف رأيكم بنات، هل أنتم تشوفون إن إحنا كشعب فعلاً نحب الجمال ونحب الأناقة؟ طبعاً، يعني لو بنتكلم على أغلى كأس السعودية والفن اللي كنا نشوفه من ناحية جمال التصاميم والأزياء، المشاركات، مصمماتنا اللي كانوا موجودين، سواء كانت هذه الأزياء اللي كانت يعني تعرض في هذا الكأس على مستوى السيدات أو حتى على مستوى الرجال. يعني بيشوف حتى الرجال من بيلبسوا الدقلة، كيف الدقلة سلام. بتكون مشتغلة صح، وخصوصا لما يجيبوا بعض التصاميم اللي مستوحاة من شيء قديم. بالعكس، يعني احس انه خصوصا احنا نحب الشياكه، نحب الاناقه، نحب اللبس، يعني ما نمشي حالنا باللبس. يا اختي رؤى، تدرين حتى انا لما اشوف، وعلى طاري سؤالك ندى، انا لما اشوف صور جداني الله يرحمهم ويغفر لهم القديمه، اختي ما يقعدون الا بالبشت وما يقومون الا بالبشت. يعني البشت عندهم شيء اساسي حتى في الايام العاديه. الحين احنا نشوف البشت مثلا في العيد، نشوف في العروس، نشوف في المناسبات، بس اول ايام اول يعني الكبار ترى يقعدون البشت كيف هيبة وكيف رزة، وبشت الصيف وبشت الشتاء والغترة وريحة الدخون اللي حتى الحوش يبخرونه، يعني كتر حوش يعني شلون. فما شاء الله تبارك الرحمن، هذا بالنسبة للرجال وكشخة الرجال، لكن كشخة السيدات والحريم الكبار ترى إلى اليوم أنا لما أشوف حرمة كبيرة مثلا عندنا حتى بالعائلة لابسة مناخل، لابسة غوايش، أنهار. أنا كذا أحب الفرقة اللي من النص هذه الفرقة. صحيح. يعني كشختنا ترى من زمان يعني الجمال، أنا دائما أقول الجمال في الجميع، ولكن مين اللي يبرز جماله، مين اللي يهتم في جماله. فأنا أعتقد إحنا كمجتمع سعودي بشكل عام ما هو شيء جديد، والحين طبعا بطريقة مختلفة. صحيح. بالميكاب وباللبس وبالأمور هذه كلها، بس أنا أحس هذا الشيء يعني جزء لا يتجزأ من عاداتنا. أنا أكثر يعني جيل أحب أناقته جيل الثمانينات. شفتي كيف ستايلاتهم مره حلوه، احب حتى انهم ما يعني بساطه، في بساطه. لما تشوفين صورهم تحبين كيف كانت ستايلاتهم، سواء رجال او حتى نساء. بس انا احب كيف طريقه النساء ولبسهم وملابسهم، الشوزات الله يكرمكم اللي يختارونها، جمال الميك اب، كل شيء كل شيء كان جميل. والى الان يعني احنا دائما نكون متابعين للموضه اول باول، من ناحيه الملابس، من ناحيه العطورات، من كل النواحي، ونحافظ عليها ببصمتنا كمان. يعني احنا مثلا معروفين نحب مثلا نوع مكياج معين، المكياج العربي، نحب الشعر الاسود، نحب الفوليوم في الشعر. يعني هذه الاشياء اللي احنا محافظين عليها على مر السنوات. الجمال العربي يعني بشكل عام في الجزيره العربيه بشكل عام جمال مختلف. صح. والميك اب والكحل وستايلاتهم يعني بشكل عام جميل. انا لو تخيروني انا ودي اني اصير من ستايل القديمين، بس اخاف يطلع شكلي مختلف في هذا.